بدينا في بعد الحجر بواحد السيمانة 10 أيام. المرة الأولى لقينا صعوبات، ومن بعد مشينا مع الواحد تعلمنا ولينا البركة إن شاء الله تمكنا منها. المادة الأولية جينا من عند مديرية الصحة والسكان، ونحن نصنع هنا الكمامات ومن بعد نعاودو نرجعوها لهم وهما يوزعوها على المصالح تاعهم. اول حاجه ساعه يقوموا بتعقيمها ومن بعد يوزعوها على المصالح تاعهم حسب الاحتياجات. في بدايه الازمه كنا نخدموا الكمامات بكميات كبيره جدا في وقت قياسي، وقعدنا مستمرين في العمل. وصلنا واحد الوقت حتى نخدموا في الويكاند في البيوت تاعنا ونجيبوا العمل تاعنا، يعني كنا نخدموا تقريبا اسبوع كامل.